ماتش هيتحمله من اوله لاخره كارلوس كروش من الاستعداد الذهني والفني للفريق، لانه واضح للاسف ان احنا ما كناش دارسين منتخب نيجيريا كويس، لان ان انا لما بسيب واحد زي ويلفرد انديدي يستلم الكره بمنتهى السهوله طول الوقت كده يبقى معنى كده ان انت مش دارس، لان كلنا ما اشتغلنا على منتخب نيجيريا ودرسناه واتفرجنا عليه، فعرفنا ان اول حل للطلوع بالكره منتخب نيجيريا هو ويلفرد انديدي طبعا. فطول الوقت طول ما انت قادر تقفل على انديدي، طول ما انت قادر تخنقهم صحيح، ولما انت تفضل الماتش كله 45 دقيقه عندك مشكله ناحيه اليمين قبل ما اكرم ربنا يطمننا عليه يا رب كده يطلع، وبعدين مع نزول محمد عبد المنعم وتريزيجيه وتلاقي نفسك الثغره دي الجبهه مستباحه طول الوقت وانت ككوتش كبير مش قادر تحل الجبهه دي، مش قادر ترحل حمدي فتحي ناحيه اليمين صحيح. مش قادر تعمل تغييره جوه الملعب تقفل الشارع اللي موجود ده، يبقى كان عندنا مشكله، لان الراجل سيمون موس لعيب معروف جدا لكل لعيب نانت الفرنسي، الراجل كمان نقل مكانه من اليمين للشمال وكمل، الراجل كان عمال يديله كور ناحيه الشمال والراجل بيتحرك لوحده، فبالتالي الماتش اللي اتحمله من اول لاخره كيروش بكل الغلطات اللي عملها جوه الجيم كوتشنج سيء جدا، حتى التبديلات سيئه جدا، يمكن الكلام اللي اتكلمنا فيها ده كلنا هاجي لك عليها.